خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك، تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة انتي ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلم إنك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا. تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوه. صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ أدي حبي ليك يا حبيب. يا حبيبي مش عايزك تبعد عني أبدا. أعمل إيه؟ أنت اللي بتعزلي. مش هعزل المرة دي، هفضل جنبك على طول. أدي التقارير اللي ستك طلبتها مني. رجعت الميزانية؟ طبعا يا فندم. الو، من فضلك دقيقة. اهلا يا حبيبتي. لا الظاهر انك نسيتيني. ابدا، بس ظروف هبقول لك عليها ما اشوفك. قول يا سعفان، انا محتاجه ال 200 جنيه ضروري في الشقه. لا مش ممكن. اقول لك استناني بعربيتك قدام قصر البارون. حصل ايه قوليلي؟ سعفان، أنا حاسة إن كمال ابتدى يشك إن في علاقة بينا. هو قال لك حاجة؟ أبدا، بس تصرفاته مش عجباني. رايحة فين؟ جاية منين؟ هبقى أكلمك في التليفون. خايفة لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى الكلام هيبلغوا اللي من دول؟ مش عارفة. إحنا لازم نبعد عن بعض شوية لغاية ما يطمن. طيب طيب، سيبيلي الموضوع ده، أنا هتصرف. أدي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. أمشي أنا بقى. مع السلامة. الله يسلمك. إيه رأيك؟ مش عارف اقول لك ايه. انت مش كنت بتحلم يبقى لنا بيت؟ بس ده كتير قوي. بكره ما تتخرج تعوضني عن كل حاجه. استاذ كمال. ايوه يا فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طياره لندن بكره، ومنها
الكونغو وتخلص الصفقة بتاعتنا. ما الأستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط. لازم تروح بنفسك. أنت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. أي خدمات تانية؟ لا. شكرا. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش إلا ومخلص كل حاجة. إن شاء الله. أشوفك بخير يا هنا. خلي بالك من الولد. ترجع بالسلامة. خلاص. أهو دلوقتي بقى مالكيش حجة. بس على الله ما يكونش موصي حد يراقبنا. مستنيكي بالليل الساعة 8. حاضر. الكيش راحت فين يا دادا؟ طيب طيب لما ترجع قول لي انا اتكلمت في التليفون ضروري تتصل بيا فاهمه؟ تعال قلت لها انا سالت عليها. ايوه النبي يا سيدي قلت لها. ما تعرفيش يا دادا راحت فين؟ هي ما بتروحش حته غير عند الست سامحه صاحبتها. الو سعفان بيه؟ مش معقول. اهلا اهلا هناء. لسه خارجه من شويه. لو رجعت اخليها تتصل بيك. حاضر. ماهر تعال على طول. يا فندم جات اخبار من كمان؟ لسه يا فندم. ايه؟ مستعد السفريه ولا ايه؟ مش يجي يشوف شغله البايظ؟ بعته طيارات حالا. يرجع على اول طياره. حاضر. مش عارفه ايه اللي رجعه بسرعه كده. المفروض كان يقعد شهر في اوروبا. وطبعا هتطلعي تستقبليه في المطار. ولو طلب منك الليله تسهروا سوا مش هتقدري تقولي له لا. يا احمد قلت لك كل واحد فينا بينام في اوضه لوحده. أنا الراجل ده مش متصور إنه يقرب منك ولا يحط إيده عليكي. ساعات تجيلي أفكار جنونية أقول أروح لهم البيت أشوفهم بيعملوا إيه. وساعات أقول أعمل لهم تليفون كل ربع ساعة أنكد عليكم السهرة. قلت لك كل حاجة بيني وبين كمال انتهت من زمان. أمال عايشة معاه ليه؟ سيبيه وروح عيش مع أهلك لحد ما تخرج ونبقى نتجوز. حاضر يا أحمد. بس أنت انتبه لمذاكرتك عشان تنجح. وكل اللي بتقول عليه ده هيحصل. تعلن شركة مصر للطيران عن نصول طائرتها القادمة من لندن. شكرا.